راجل مظلوم؟ هل الراجل في معاناة بعد قرار ان الواحد كل واحد يروح لحاله؟ الإجابة مع ضيوف النهاردة الدكتور أحمد أبو الدهب الطبيب البشري والدكتورة أشجان نبيل استشاري التطوير المجتمعي. ازيكم؟ منورين. أهلا وسهلا. عاملين ايه؟ تمام. ايه رأيكم في اللي أنا بقوله ده؟ هل فعلا الرجالة مظلومة؟ هل فعلا في ستات بتستخدم الأطفال ضد الرجالة عشان تقهرهم أو عشان تضايقهم عشان تتضايق منهم؟ يعني هبعد عن كلمة الرجالة والستات وقول القانون نفسه بالنسبة للرجالة والستات. هو اللي خلى الأمر بالمنظر ده إن دايما بنقول لما يبقى فيه لما نقول أمريكا وروسيا قوتين متعادلتين وإن كان فيه فروق فبسيطة، لا ده يقدر يضرب ولا ده يقدر يضرب ولا ده يقدر يحارب ولا ده يقدر يحارب. القانون إدى كل شيء بالكامل للمطلقة وما اداش أي حاجة خالص للأب غير الرؤية اللي هي عقاب للأب وعقاب للطفل. صح. كويس. القانون اللي يوصل الأمر إن ابن يقدر يقف في المحكمة وهو عنده 10 سنين عشان يبص على باباه ويقول للقاضي، القاضي بيقول له ما بتروحش المدرسة ليك 2.5 سنين، فقال له الشخص ده على الأب على باباه اللي هو يعني مش موفر له كل حاجة في نفقاته، موفر الأوفر الأكتر كمان. القانون اللي يخلي ولد وبنت إخوات يقابلوا بعض في الشارع ممكن يعكسوا بعض زي زمان. كويس. لأن اللي حاصل إيه؟ أب بعد ما طلق وليه ولد أو بنت، اتجوز واحدة تاني جايب منهم ولد أو بنت، الولاد دول ممنوع يشوفوا الولاد دول ولا في الرؤية. تخيل كمان. تخيل أنا معايا مثلا صديق موجود بنته بتقول له أنت بتقول لي إن ليا أخ وأخت نفسي أشوفهم، ممنوع بالقانون. القانون اللي يعمل الكلام ده ده ما يبقاش قانون. القانون اللي يبقى يعني ينسف آيات القرآن، وأنا مش هتكلم في موضوع دين، أنا هتكلم زي ما نقول كده إن الصلاة 5 مرات في اليوم. كويس. في 13 آية في القرآن بالكامل هم اللي بيتكلموا عنها على علاقة الأب بالابن بالأب والأم. ما يخصش فيهم آية واحدة بالأم فقط. حتى ولا في آيات الحمل والرضاعة. فانتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يعني حضرتك شايف ان الراجل مظلوم في قانون الاحوال الشخصيه؟ مطحون. مش مظلوم، مطحون. سواء بقى يعني هو في حاجه اكتر، هو في قانون في الدنيا في اي علم في اي دين يقول الاب من كل حقه على ابنه انه يروح يرفع دعوه الاول في المحكمه يقعد له سنه عشان يشوف ابنه او بنته في مركز شباب لا يصلح للاستعمال الادمي غالبا. كويس. 3 ساعات في الاسبوع، ولو الام ما نفذتش هو ملهوش حاجه. وهدي المثال كده بسرعة، يعني الأب اللي رفع دعوة وخد إسقاط حضانة على الأم وأم الأم لمدة 3 سنين وقرب بيكبل ال3 سنين ومش عارف ينفذ، فحتى الكارثة كمان إن الأب لو ليه حكم ما بتنفذ. صح. طب دكتور أشجان، أنا كنت عايز أسألك برضو على حاجة. هل شايفة أن بعض الستات بتحاول تنتقم من أزواجها في أولادهم؟ طيب احنا النهارده بنناقش موضوع شائك ومهم، بس خليني الاول في بدايه كلامي اوجه تحيه لكل اب وام خدوا قرار الطلاق ولم يستغلوا هم او عائلتهم الاطفال كاداه للابتزاز. صح. واستفزاز الطرف الاخر. صح. لان للاسف ده بيتم عندنا من فئه، وانا في وجهه نظري بسميهم الاشباه. الاشباه سواء من الرجال او الاشباه أو من السيدات. صح. طيب انا بالنسبه لي بشوف الموضوع اعمق من فكره خناقه او انتقام او عند ما بين راجل وست، ولكن هو ضحيته الحقيقيه في كل الاحوال الاطفال. الاطفال طبعا. ولكن انا بتناوله من فكره الامن القومي المجتمعي للدول، وده من اهم الركائز اللي بتقوم عليها اي دوله. لو خدنا كده جوله في القوانين، ومش هتكلم عن اوروبا وامريكا ولكن هقول في الوطن العربي، هنجد إن الأسرة المصرية اللي كانت بتتسم بالترابط والمودة والرحمة والنتاج الأسري من الأطفال ممتاز جدا، إحنا تدهورنا وأصبحنا في المراكز الأخيرة. والطلاق عندنا دلوقتي متجاوز ما يقرب من 47%. وعندنا ملايين أطفال الشقاق في محاكم الأسرة. طيب القانون مجحف وبه خلل، ممكن اتكلمنا في ده كتير. مين اللي بيستغلوا هذه القوانين
تمام للانتقام من الطرف الآخر هم الأشبه. عندنا حالات كتير جدا أزواج وزوجات اتطلقوا ولكن في بينهم تفاهم وعقد اتفاق صح. والأم مش بتتعنت إن الأب يشوف أولاده ياخدهم وده جزء يحترم. المشكلة الأكبر عندنا فكرة دخول بقى المحاكم قد يكون أحيانا بسبب النكاية في الطرف الآخر اللي هو الأب قد يكون أحيانا لأن الأب عشان مش عارف مثلا يشوف عياله أو مش عايز يلتزم فبيعاند في النفقة. هنا بقى بندخل إن القوانين بتخلي الزوجة أو السيدة تدخل ترفع أكتر من قضية. دايما بنقول بنشهد القضاء والقانون إن الأسرة يكون لها ملف واحد ملف فيه كل النفقات، إنما أنت دلوقتي بترفع 15-16 قضية. الراجل بقى نظام إيه؟ رايح جاي من على المحكمة أيوه. رايح جاي من على المحكمة. كذلك الأم عشان نكون منصفين اللي فيه تعنت من الزوج في دفع النفقة وبالأخص لو بيشتغل في القطاع الخاص لأن ده للأسف بيتم التلاعب فيه بقى سواء في التحريات طبعا. في إثبات الدخل دي مشكلة كبيرة. فين الطرفين متضررين؟